ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم الاربعاء 18 يناير كانون الثاني 2023. العاطفة والمشاعر الرقيقة هي عنوان يومك النهاردة. ممكن تكون السبب في حضورك لبعض احتفالات اجتماعية وفيها لقاءات مع كتير من الأشخاص. لو كنت مرتبط هتتوقع انك هتتقرب اكتر من حبيبك في الفترة دي بشكل كبير. لو كنت مش مرتبط ما تتعجبش لو لقيت النهاردة الشخص المناسب اللي هيبقى بيتدخل في حياتك العاطفية اكتر. بالنسبة ليك عاطفيا، حبيبك بيبص ليك بعين فيها وقار، فيها احترام، عشان كده ما تخذلوش، بدله بنفس الاحساس بافضل ما يكون من عندك. حتى بالنسبة ليك مهنيا، هتسلط اجواء واضحة كتير عليك من جديد من خلال الافكار الجديدة اللي هتبقى بتقدمها. عندك قرارات واضحة هتاخدها في شغلك، ممكن تبقى بتقدم من خلالها لتطوير واضح في الشغل هتتكلم عنه اكتر. بالنسبة ليك صحيا، اياك وانك تتغاضى عن الحاجات اللي بتبقى بتنتابك فيها عوارض ممكن تبقى بتضايقك بالليل، لازم تستشير الدكتور قبل يوم الغد. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، محطة عطارد هتتحول بشكل مباشر بعد الحركة الرجعية اللي حصلت في 29 ديسمبر. خلال الأسابيع اللي جاية هيبقى من المفترض ان تبتدي المشاكل الأخيرة المتعلقة باتصالاتك وصنع القرارات في انها تتحسن. عندك إجابات كتيرة كنت بتستناها ممكن انها توصل في الفترة دي. عندك خطط او مشاريع هتبقى بتتوقف عشان تستأنفها في الفترة دي، هتبقى تغمرنا طاقة، هتبقى بتصعب علينا اننا نفهمها خلال نوبة اليوم ده، وبالتالي هنتجنب اننا ناخد قرارات حاسمة في الوقت اللي احنا فيه حتى لو امكن لينا. ده اليوم حلو عشان نستفيد منه، بدل من اننا ناخد اجراء مختلف هيبقى كويس عشان ما نتسرعش في المحادثات والملاحظات اللي عندنا. الشمس هتبقى بتشكل بوابنا واضحة جدا مع بلوتو، وهنبقى بنسعى لكتير من التركيز في حياتنا وعلاقاتنا، هنبقى مثابرين، عندنا حاجة اكتر اننا نلاقي سيطرة في كل حياتنا. هتعتبر ملحة شوية لكن احنا قويين، عندنا ارادة واسعة وحيل كتيرة مركزين فيها، ونحتفظ بحاجات لنفسنا وما نتسرعش لغاية ما يدخل القمر لبرج الدلو.